الأغنية في زي ما بقول يعني جوانيات صعبانيات صحيح. في الشتاء الناس بيكونوا عاطفيين شديد طبعا. ولربما يكون عنده ارتباط وثيق جدا مع عمليه الاهتمام، يعني نحن ما قاعدين نهتم طول الوقت يعني بحسب مشغوليات الحياه. ايوه مشغوليات الحياه دي شماعه طبعا، يعني اي حاجه ممكن تعلق في شماعه كده. الحياه طوالي، لكن الاهتمام واحد من ركائز استمراريه علاقه. الاهتمام تقدير، كمان تقدير العلاقات هو واجب علينا، وبالتالي ممكن نستذكر كده من خلال الشتاء ده والايام الجميله دي انه نهتم بالناس اللي حوالينا عشان ما نفقدهم كمان. بعدين واحدة من العبارات إن المحب لمن يحب مطيع، يعني دي برضو ممكن تكون قاعدة كده في حياتنا اليومية، لكن ندرج فوق لها اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نطيعه ونحبه ونجله ونوقره ونهتدي بهديه وسنته ونصلي ونسلم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه الأيام طبعا ذكرى صحيح. عطرة جدا، ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح. لكن الجميل أن يكون مولد المصطفى هو مساحة كبيرة جدا للتدارس، كمان لحل كثير جدا من القضايا، لأنه نشاهد في كل خيمة بيكون في جوانب توعوية ثقافية إرشادية، لكن أن يكون جانب مهم جدا يتعلق بالأشخاص أصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة، يتم مناقشة أمور حياتهم الممكن يعالج المجتمع وقضاياهم، ده شيء جميل جدا يا أحمد. نعم، الأشخاص ذوي الإعاقة هم فاعلين جدا في في المجتمع ومشاركين في كل فعالياته. هذه الأيام بتنتظم خيم الاحتفال بمولد المصطفى في كثير جدا من المدن والقرى والمحليات والولايات والفرقان. تحديدا في أم درمان الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا مشاركين في خيمة المولد الموجودة هناك، شاركوا في هذه الفعالية، تحدثوا عن جزء من قضاياهم، وأيضا قدموا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنموذج لحياتنا بصورة عامة. راشد التجاني أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية أكد أن مشاركتهم في هذا الاحتفال بتعتبر نوع من أنواع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتوعية المجتمع بقضاياهم أيضا. عموما كثير جدا من هذه المحاور نتابعها في التقرير القادم. ينعموك الجمرة أشهر لي قروته الحمراء للحجة والعمرة للحجة والعمرة علمتين يا كرام نظر تلك الخيار علمتين يا كرام نظر تلك الخيار يا كرام نظر تلك الخيار علمتين يا كرام نظر تلك الخيار وزور الدار وشعبنا طولنا 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 والله طولنا. مشاركة ذوي الإعاقة في كرنفال زفة المولد النبوي صلى الله عليه وسلم في أم درمان، وبرنامج مصاحب في خيمة محلية أم درمان بساحة المولد تضمنت فصائل من المديح النبوي لفرق ذوي الإعاقة ومحاضرات توعوية عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومسابقات. وتستمر هذه الفعاليات التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة فعاليات المجتمع وتوعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سائر محليات ولاية الخرطوم. في كل محلية خصصنا لها يوم للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الإعاقة، لتعم هذه الفعاليات سائر محليات ولاية الخرطوم إن شاء الله. أجمل علاقة الأشخاص ذوي الإعاقة أهل الودا أهل الصداقة وبيناتنا أجمل علاقة سديت نظمي باشتياقة على الرسول سي السراقة وبيناتنا أجمل علاقة المصطفى صاحب المراقة المصطفى صاحب المراقة شفعنا يوم الاحتراق وبيناتنا العلاقة الأشخاص ذوي الإعاقة أهل الود أهل الصداقة وبيناتنا العلاقة الإعاقة ما بلية من الإله عظم هدية وبيناتنا أجمل علاقة والله
هدية وبينا عنا أجمل علاقة. يا إخوتي كونوا سوية، يا إخوتي كونوا سوية، يا إخوتي كونوا سوية، يا إخوتي كونوا سوية، متوحدين نحو القضية وبينا أجمل علاقة.